مستمر معكم يا أصدقاء في كالكولوس 1، والموضوع هو derivatives of trigonometric functions. عندنا كما وعدت المسألة الأولى هي square root of cotx. على أي حال square root لمن لا يعرف له حالة خاصة، ليس مثل cubic root أو fourth root أو أي root. من لو كان عندي function بهذا الشكل like مثلا 2x plus 1 وبدنا نعمل له derivative، لأنه square root تقول القاعدة derivative ما داخل هذا الراديكال وهي 2، على 2 هذه ثابتة بالقاعدة 2 times نفس الراديكال وهو 2x plus 1. كمان example سريع، لو عندي square root of whatever we like x squared minus 3x plus 1 وبدنا نعمل ديريفاتيف لهذا السكوير روت، فالقاعدة تقول أوجد ديريفاتيف الراديكال وهو 2x minus 3 مقسوما على نفس المسألة x squared minus 3x plus 1 وملتبلايد هنا by 2. لا تختلف هذه في هذه المسألة عن ما ذكرناه آنفا، ف y prime هي ديريفاتيف، أو خلينا نعبي الدنوميريتر اللي هو 2 في نفس المسألة، ربما الطلاب بيحبوا هذا الأسلوب من الحل. ثم في النوميريتر هو الدريفاتيف أوف كوت، والدريفاتيف أوف كوت وأفترض أن كل واحد حفظ القواعد الستة هي ماينس كو سيكنت سكويرد أوف إكس. طبعا نقول هنا يو هي الإكس في يو برايم اللي هي 1، ما في داعي نضرب هون تايمز 1، يعني هذه ستبدو نشاز في الحل. بهذا يكون انتهى فعليا حل هذه المسألة. أما هنا كما تروا فعندي كيوبيك روت، ما ينطبق على الكيوبيك روت لا ينطبق على السكوير روت. السكوير روت مباشرة ديريفاتيف ما تحت الراديكال أو ما يسمى بالراديكانت multiplied by 2 times the same problem. قبل أن أبدأ دعوني أن أحدد هنا يو، تذكر يو دائما يعني أو نشير بها هنا إلى الأنجل. لا أستطيع أن أجد الدريفاتيف لهذا الفانكشن مباشرة، وإنما يجب علي أن نعمل له ري رايتنج، وأقصد بالري رايتنج أنه راح نحول هذا الراديكال للكيوبيك روت إلى ما يسمى بالراشنال إكسبوننت. كيف يعني راشنال إكسبوننت؟ واي هي تقول القاعدة أن أي راديكال يحول أو بإمكانك أن تكتب إلى راشنال على شكل راشنال إكسبوننت، والعكس أيضا صحيح، أي راشنال إكسبوننت بإمكانه أن نكتبه على شكل راديكال. هذا يكتب بهذا الشكل كوساين of 2x to the 1 over 3. ليش 1؟ لأن باعتبار هذا raised to 1 over 3، وكأنني أقول أن هذه هي مسألتي، هذه هي وخلص، نحن لن ننظر إلى هذه anymore وسنهتم بهذه الجديدة. الآن y prime equals، لاحظ معي انه عندي هذا الباور 1 ثيرد، راح ننزل هذا ال 1 ثيرد، ثم راح نحافظ على كل شيء كما هو بدون تغيير. اللهم اننا سوف نطرح 1 subtract 1 من هذا الباور، وعندي 1 ثيرد minus 1 minus 2 over 3، اذا هنا الباور الجديد هو minus 2 over 3. خلص بهذا أقول مستخدما رصاصة الورق هذه أن هذا الباور انتهى دوره، لا دور له بعد الآن. السبب أنه الباور هذا بنزل وبنقص 1، بعد ذلك لا يعني نعيره أي اهتمام على الإطلاق. الآن اهتمام يوفيني أجد derivative of cosine 2x، وما أسهل هذه المهمة. cosine 2x هي minus sine of u مضروبة في يو برايم، ويو برايم هي 2، وبهذا يكون قد انتهى الحل. في المسألة الأخيرة يا أصدقاء عندي y equal sin square tan of x، وهنا لا تستغرب أن هذه هي اليو، بمعنى احنا متعودين دائما يكون الانجل polynomial أو square root، وما هي المشكلة أن يكون الانجل اللي trigonometric function هو أيضا trigonometric function، بمعنى أن التان هي أنجل لهذه sin squared. طبعا يا أصدقاء في عندي chain rule وهي واضحة، بسبب هذا الباور، هذا الباور يعني أننا سنطبق chain rule الآن، والchain rule تقول أنه
y برايم بنزل هذا الباور يبقى كل شيء على حاله ساين اوف تان اكس to the power of 1. وأنا أقول أنني أكتب هذا الباور 1 وهو ليس ضروري أن نكتبه حتى نشير للطالب أن هذا الباور أتى بعد أن نقصنا هذا الباور بمقدار 1. الآن كنت بستخدم قصاصة ورق على ما يبدو أنها اختفت من عندي وسأحاول الآن أني أجيب واحدة بديلة. طيب هذه الآن هذا الباور اللي موجود عندي 2 لاحظ لن أعير أي اهتمام سأخفيه بهذا الشكل. ليش نخفي هذا الباور؟ لأنه انتهى دوره نزل كان 2 وصار 1. الآن تركيزي فقط على derivative of sine u أو sine tan x، وكما نعرف أن sine of u يصبح cosine of u اللي هي بهالحالة tan x مضروبا في يو برايم، ويو برايم هي secant سكوير اوف اكس، وانتهى الحل يا احبتي. وسوف اعرض ايضا بعد هذه المسائل ثلاثة مسائل جديدة، وبصراحة ايضا هي ليست بس وانها ايضا هي غنية في القوانين، غنية بالمعارف. اذا كنت مهتما بها ابقى معنا وشكرا.